كنت قاعد في البلكونه بالفانيله الحمالات وجنبك كوبايه شاي بالنعناع وبتمارس هوايتك المفضله وهي التفكير في ازاي المرتب هيكمل معاك لاخر الشهر بدون ما تضطر تبيع كليتك، واحنا لسه يوم 6 في الشهر اساسا، فتسمع صويت جاي من اخر الشارع فتتخض بقى، في يا جماعه حصل ايه؟ فيقول لك الطبقه الوسطى يا اخويا تعيش انت. فتسال ودي ماتت ازاي يا ترى؟ يقولوا لك ابدا، كانت قاعده تحلم ان الايه السيسي هيغنيها وهيعمل لها اصلاحات اقتصاديه ويقول لها كل شويه بكره تشوفي مصر بكره تشوفي مصر، وقام خبطها واحده تعويب الجنيه بسيف ايده جالها شلل رباعي. بعدين على اخوانا راح حادف عليها دبشه غلاء اسعار وضرائب وقيمه مضافه وزياده في فواتير الكهرباء والميه، جت في دماغها عملت لها تربان، بس كان لسه فيها الروح والله، كانت لسه بتبربش كده قام السيسي خازع عينيها الاثنين وقال لها عشان لما يجي بكره ما تشوفيهوش. الراجل خزق لها عينيها وموتها بحصرتها بعد ما كان بيقول لها زمان انت ما تعرفيش انك نور عينينا ولا ايه؟ تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص. المجتمعات في اي حته في العالم غالبا بتنقسم لثلاث طبقات، طبقه غنيه من رجال الاعمال والمشاهير واصحاب الثروات، وطبقه فقيره من العمال والمزارعين ومحدود الدخل، وطبقه وسطى كبيره وعريضه بينتمي ليها معظم المجتمع، وبتبقى طبقه متوسطه الدخل فيها الغني اللي مش غني قوي والفقير اللي مش فقير قوي واللي في النص ما بينهم بقى. وكل ما تحسنت سياسات الدولة وخططها الاقتصادية بيتنقل عدد من الطبقة الفقيرة للطبقة الوسطى وبيتنقل عدد أقل من الطبقة الوسطى للطبقة الغنية، وبيحصل العكس بالظبط لما تكون سياسات الدولة وخططها الاقتصادية كلها عك وخراب، يتنقل ناس من الطبقة الوسطى للطبقة الفقيرة. فتقدر تقول كده ان اتساع الطبقة الوسطى مؤشر صحي جدا لاقتصاد الدولة وبيعكس قد ايه السياسات التنموية اللي بتاخدها الدولة أو الحكومة بتنعكس على حياة الأفراد في المجتمع. في مصر بقى الحمد لله مفيش سياسات ولا خطط اقتصادية ولا حاجة إن شاء الله، فالطبقة الوسطى تلاقي نفسها فجأة ضربة غطس جوه خط الفقر بدون مقدمات عشان ما يتبقاش في المجتمع غير طبقتين اتنين بس، طبقة غنية وطبقة فقيرة. الطبقتين اللي باقيين اللي تقدر تشوفهم من وجهة نظر نظام السيسي طبقة الأسياد والموالين ليهم والمؤيدين والمحاسيب والمواطنين الشرفاء، وطبقة العبيد اللي كانوا في يوم من الأيام بيدوروا على العيش والحرية والكرامة الإنسانية. هتقول لي عم انت كلكعت الدنيا ليه؟ مالها الطبقة الوسطى والشكل الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية بموضوع المؤيدين والمعارضين والتوجهات السياسية؟ هو أي كلام وخلاص؟ إيه ده؟ هو أنت ما تعرفش؟ محدش قالك إن الطبقة الوسطى اللي السيسي قضى عليها دي كانت هي الطبقة اللي قادت ثورة يناير وكانت المحرك الأساسي للثورة؟ وده لأن عندها الحد الأدنى للوعي، الوعي اللازم لشكلها الاجتماعي، وعشان كده قدرت كمان تتحدى داخلية مبارك وتفكك أقوى جهاز أمني في تاريخ مصر باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت. ودي الحاجات اللي ما قدرتش الطبقات الفقيرة تعملها لأنها كان محجوب عنها الوعي ده. أنت فاكر إن ثورة يناير كانت ثورة عشوائية؟ شوية ناس بالصدفة كده اتجمعوا وعملوا مظاهرات والمظاهرات اتحولت لثورة؟ شايف إن الطبقة اللي استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بكل الحرفية دي طبقة ما بيجمعهاش سمات واحدة؟ أو على الأقل التفاهم اللي كان ما بين الناس في الميدان كان تفاهم عادي؟ لا، التفاهم ده كان نتيجة إن معظم اللي شاركوا في الثورة بينتموا لنفس الطبقة. كلمة السر هنا هي الطبقة الوسطى اللي عندها الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي والمالي اللي يخليها تعرف حقوقها وواجباتها في الوقت المناسب، وتعرف إمتى تعترض وإمتى تواجه وإزاي تواجه. الطبقة اللي كانت عامل من أهم عوامل نجاح الثورة وأقوى نسيج اجتماعي متماسك فيها، الطبقة دي السيسي واخد باله منها كويس وحاططها بين عينيه، وعشان كده فككها وخلق فروقات وشروخ ما بينها لغاية ما تفتتت واتطحنت وما تبقاش منها غير شوية من المواطنين الشرفاء اللي على مزاج السيسي واللي مستفيدين من بقائه في الحكم. هتقولي أنا لسه مش فاهم إيه العلاقة والرابط بين تواجد الطبقة الوسطى وبين الروح الثورية اللي كانت ورا ثورة يناير. طب خلينا نجيب الموضوع من الأول، انسى بس إعلانات رمضان وطلع مسلسلات المخابرات من دماغك شوية عشان الكلام اللي جاي ده كلام مهم ويهم السواد الأعظم من المجتمع المصري. بص يا سيدي، مصطلح الطبقة الوسطى ده بدأ مع ازدهار الصناعة والتجارة في العالم، وارتبط ظهوره بظهور الدول أو القوميات، وبالرغم من أنه ظهر في الشرق زي ما ظهر في الغرب إلا أنه ظهوره كان مختلف في الغرب عن الشرق. في الغرب الطبقات الوسطى هي اللي رسمت وصاغت حقوقها الأساسية ومنحت لنفسها كل الحقوق الفردية زي حق التملك والتنقل والاعتقاد وحرية التعبير والتنظيم السياسي والاجتماعي، وعلى الأساس ده اتبنت الدول الغربية كلها. يعني تقدر تقول إن عمود الخيمة اللي اتبنت عليه كل الحضارات الغربية اللي ممتدة لغاية النهاردة هو النسيج المنظم للطبقة الوسطى من الموظفين والإداريين والمدرسين والأطباء وغيرهم.
قوة المجتمع والقانون داخل الدول دي مع الوقت اعتمد على قوة واتساع الطبقة الوسطى كونها الممثل للسواد الأعظم من المجتمع أو من الشعب ككل. في الشرق بقى الدولة ونظامها تأسسوا الأول، وبعدين النظام حشى وليس مجتمع تابع ليه أشبه بالطبقة الوسطى، واللي كانت بحكم ظروف نشأتها خاضعة لكل قوانين النظام، وده اللي عمله محمد علي أول ما حكم مصر، فكك كل النظم الاجتماعية اللي كانت موجودة من عصر المماليك وعلى امتداد التاريخ الاجتماعي المصري، وراح مؤسس طبقة وسطى تخصه هو وتخدم دولته ونظامه وترسخ حكمه وقوانينه. وهنا عمود الخيمة اللي اتبنت عليه الدولة في الشرق كان راس النظام أو الحاكم، عكس عمود الخيمة في الغرب اللي كان يعتبر الطبقة الوسطى. محمد علي خلق طبقاته الاجتماعية الخاصة من العسكريين والتكنوقراط والفنيين والإداريين، طبقات بدأت بالتوسع مع الوقت مع فرض التعليم الحكومي الإلزامي بدل الكتاب وحلقات الشيوخ وتعليم الدين التقليدي. تعليم محمد علي ومدارسه ومعاهده كانوا هم المفرخة اللي خرجت الطبقة اللي هتطلع تشتغل في مصانعه ومزارعه وتخدم في جيشه وتعالج الناس في مستشفياته. اتعلموا في مدارس محمد علي الولاء للحاكم، وتعلموا النظام اللي اختاره الحاكم، وبقت الناس اللي بتخلص تعليمها تتعين في الأماكن اللي نظام محمد علي اختارها وتحدد مين يعمل ايه امتى وفين. وبكده خرجت أجيال في فترة محمد علي منتمية لي ولطبقته ومستفيدة من بقائه، وكأن كل الأجيال دي مرتبطة معاه بجذر شبه جذر الشجر بيغذيهم وبيقويهم. لو الجذر ده المتمثل في محمد علي ودولته ضعفه، كل الفروع هتدبل وتموت. وده بالفعل اللي حصل بعد وفاة محمد علي وحكم ولاده. من بعده حكم ولاده كان ضعيف وهش وساذج سياسيا، وده اللي بالتبعية حول الطبقة الوسطى المرتبطة بدولة محمد علي لطبقة ضعيفة ومفككة وتايهة، لا تعرف دورها ايه ولا تقدر تعبر عن نفسها، مستنية بديل لمحمد علي يغذيها ويحركها. واستمر ضعفها وتوهانها ده خصوصا مع الاحتلال الانجليزي اللي استمر اكتر من 70 سنة، واستغل الطبقة الوسطى التايهة دي عشان يثبت احتلاله، وده يحرك مجموعات من الطبقة الوسطى دي انها تتبع الانجليز ويبقى انتمائها للانجليز. بيتعلموا في مدارس الانجليز وبيشتغلوا مع الانجليز، وشايفين ان بقاء الاحتلال اللي بيرعاهم افضل من الاستقلال اللي مش هيرعاهم ولا يخدم مصالحهم، وده لانهم مستفيدين منه وبيدعموه ومحتاجينه. ولان الانجليز ما اهتموش بتوسيع الطبقه الوسطى التابعه ليهم، كانت طبقة محدودة وصغيرة قوي، اتبلعت وسط اللي باقي من الطبقة الوسطى الكبيرة المشحونة بكره الانجليز ورفض الاحتلال. وعموم الطبقة الوسطى كانوا مستعدين يقبلوا بانقلاب عسكري يجيب ضابط للحكم، بس المهم يأمن لهم المصالح والحياة الاجتماعية اللي تشكل حواليها وجودهم، وعز الطلب انه يكون ديكتاتور، البديل المثالي لمحمد علي. وده اللي فهمه عبد الناصر كويس قوي ولعب عليه، واعتمد حكمه بشكل اساسي على دعم الطبقة الوسطى ليه بعد ما تأثروا بخطاباته وشعاراته. عبد الناصر اول ما حكم البلد قضى على طبقة الانجليز الوسطى اللي كانت موالية ليهم، وقضى على كل المستفيدين من الانجليز سواء اقطاعيين او موظفين بيمثلوا طبقة وسطى للاحتلال، واستبدلهم بطبقة وسطى مستفيدة برضو بس المرة دي من الضباط الاحرار. ومع حركة التصفية دي منح نفسه الحق في اعادة توزيع الثروات في المجتمع، وبقى عبد الناصر وضباطه هم اللي يحددوا مين يبقى غني ومين يبقى فقير. وخبث عبد الناصر كان واضح في انه يظهر لعموم الناس بيدعم الفقراء والمهمشين كونهم الأغلبية، لكن في الحقيقة كان بيهندس وبيرسم طبقة وسطى خاصة بيه ويصرف عليها الثروة اللي جمعها من الإقطاعيين، وخلهم أشبه بأبواق إعلامية متحركة ولاقهم ليه وبيغنوا أغانيه. ولأنهم كانوا طبقة المفروض أنها طبقة مثقفة، ساءت الطبقة دي باقي الشعب للاقتناع بعبد الناصر وظباطه. صحيح الإصلاح الزراعي والضجة اللي استغلها إعلام عبد الناصر بعديه خلوه يكسب شعبية وسط الفقراء ويبقى نصير الغلابة، لكن إجراءات التأميم وتوسيع البيروقراطية ومجانية التعليم خلوا عبد الناصر نصير الطبقة الوسطى أكتر. حتى مع مجانية التعليم الفقراء ما استفادوش من التعليم زي ما الطبقة الوسطى استفادت منه. ضيف على مجانية التعليم تحديدا إيجارات المساكن والتوسع في بناء مشاريع الإسكان والتزام الدولة بتعيين جميع خريجين الجامعات وحملة المؤهلات المتوسطة في حكومة عبد الناصر وتعيينات شركات القطاع العام اللي أسسها. كل ده كان بيمثل الشعبية الحقيقية لعبد الناصر والمستفيدين المباشرين من حكمه ووجوده في السلطة. طبعا ده غير التوسع في قبول ولاد الطبقات الوسطى دي في الكليات العسكرية بعد كده وفي البوليس كمان والسلك القضائي والنيابي، ودي اكتر ناس استفادت في حكم عبد الناصر بشكل عام، وبيشكلوا اوركسترا التطبيل لعبد الناصر في حياته وبعد مماته ولغايه النهارده، ودول خلينا نسميهم طبقه عبد الناصر. طبقه عبد الناصر الوسطى كانت بتعيش على السلع الغذائيه اللي وفرها عبد الناصر، وبيشرف عبد الناصر على علاج الطبقه دي في القطاع الصحي العام اللي الناس بعد كده اعتبروه من انجازاته، وتعلم ولاد الطبقه دي في التعليم الحكومي المجاني. وكل ده عمله عبد الناصر للطبقه دي بفلوس الشعب مش من جيبه يعني. فتقدر تقول ان عبد الناصر
خصص معظم فلوس الشعب تحت خدمة الطبقة الوسطى اللي ربط كل امتيازاتها ببقائه. وعشان كده لما لغى الأحزاب وافقوا، ولما طلق كلاب البوليس السياسي على اللي يعرضه سقفوله، ولما بعت 60,000 جندي مصري من إخواتهم وولادهم يحاربوا قالوا عليه بطل، ولما خسر في أكتر حرب مذلة في التاريخ المصري كله قالوا عليها دي مجرد نكسة. الطبقة دي ما كانتش شايفة بديل لعبد الناصر، بدون أدنى مجهود منه كانوا هم اللي بيغزوا فكرة القائد الواحد اللي فوق مستوى المساءلة، واللي يشكك بس في صحة قراراته يبقى خاين أو رجعي أو إخوان، مش محتاجين لنقابات ولا أحزاب ولا منظمات أهلية ولا حقوق إنسان طول ما عبد الناصر بيحكم البلد دي. دي كانت قناعات طبقة عبد الناصر، وتقدر تستنتج من القناعات دي ان مفيش حد خدم عبد الناصر في انفراده بالسلطة ودعم ديكتاتوريته قد الطبقة دي. الطبقة دي هي اللي خرج منها شوية الدراويش اللي سموا نفسهم ناصريين وبقوا بيحوطوا كل حاجة تخص عبد الناصر بنوع من انواع التقديس. تحس ان تأثير عبد الناصر عليهم تأثير مرض، وعلاقته بيهم تتخطى علاقة محكوم بحاكم او مواطن برئيسه. يعني مثلا لو حبينا نقارن بين طبقة عبد الناصر الوسطى وبين الطبقة الوسطى في اي دولة غربية في الوقت ده، هتلاقي ان الطبقة الوسطى في المجتمع الغربي هي اللي بتوجه الدولة، مش الدولة هي اللي بتسوقها. مش هتلاقي مثلا رابطة محبي تاتشر ولا حتى حزم باسم تشرشل، لأن السياسيين بالنسبة لهم كانوا موظفين عند الطبقة الوسطى مش أولياء نعمتهم. وعشان كده كانت سمة طبقة عبد الناصر الوسطى هي الخضوع التام لعبد الناصر، خضوع مش معتمد على سياسة ولا معتمد على رضا متبادل أو حتى مصالح. تحس إنه كان أقرب للكيف بمزاجهم طواعية كده. والشكل ده من العلاقة غير السوية بين الحاكم والمحكوم، ومن شكلها الشاذ على المستوى السياسي والاجتماعي في الستينات، خلق عندنا كمصريين لعنة بنعاني منها لغاية النهاردة، أشبه بمتلازمة ستوكهولم المعروفة، لعنة حب الجلاد. عبد الناصر أسس لمبدأ حقير هو أساس التشوه السياسي اللي ورثه من بعد كل اللي حكموا مصر، وهو مبدأ المساومات. عبد الناصر ساوم الناس على دعم السلع الأساسية وتوفيرها زي العيش والسكر والزيت والرز، ودعم البنزين وخدمات الكهرباء والمية والمواصلات، والتزام الدولة بتوظيف الخريجين في حكومته وفي شركات القطاع العام، كل ده في مقابل انه ما يسمع لهمش صوت. محدش يجي يقول لي سياسة وأحزاب او حرية وحقوق إنسان، او حد يجي يسألني عن سلطات ونفوذ الضباط وبيهببوا ايه على المكاتب المدنية. وده اللي السادات مشي عليه بالحرف من بعده واستغلوا احسن استغلال، او يمكن اسوأ، خصوصا انه انتهى باغتياله من بعد ما ظهرت اصوات بترفض المساومة، اصوات بتشوف ان في قيم ومبادئ وخطوط حمراء ما ينفعش فيها مساومة، زي معاهدة كامب ديفيد. السادات كان حابب يضم الطبقة الغنية للطبقة الوسطى الخضعة والموالية لنظام الضباط بالكامل. رؤوس الاموال لو خضعت زي ما خضعت الطبقة الوسطى هيوصل النظام للشكل المثالي اللي بيتمناه اي نظام عسكري، تأييد مطلق مع سيطرة على رؤوس الاموال. لكن اللي السادات ما اخدش باله منه هو ان بقايا عبد الناصر كان فيها سرطان اسمه الشيوعي، بيضم الناس اللي كفرت بحكم عبد الناصر. فلما انشغل السادات بصراعه مع مراكز القوة، لقى فجأة البلد اتملت شيوعيين، فاضطر يسيب الجامعات الدينية تواجه الشيوعيين وركز مع الجيش وتسليحه، فوقعت البلد منه في مشاكل اقتصادية. فيعمل ايه؟ يرجع لمعادلة عبد الناصر ويساوم الناس. قال لهم هتلعبوا شوية سياسة على جنب كده، بس هسحب الدعم واحدة واحدة من تحت رجليكم. وكانت الناس قبل الحرب عندها استعداد تسف تراب طالما هنحارب، لكن بعد الحرب الناس بدأت تعترض وتطالب بالدعم اللي كان موفره عبد الناصر ومساومته. وفي وسط القلق ده كان في مجموعة مش هممها المساومات، وكل اللي كان هممها هي كرامتها اللي هتضيع باتفاقية مع عدوهم، وملقوش حل غير في استخدام العنف. وانتهى المشهد باغتيال السادات وتولي مبارك. مبارك كان أذكى رئيس استخدم معادلة عبد الناصر. مبارك ساوم على كل حاجة، واحنا كمجتمع بشكل عام كنا بنستجيب للمساومة دي بحكم الأمر الواقع، لكن مبارك سعى طول فترة حكمه انه يحيي سياسة عبد الناصر بدون شعارات ولا خطب، اهتم بس انه يدلع الطبقة الوسطى. وطول 20 سنة تقريبا ما قربش مبارك لمنظومة الدعم الغذائي والبترولي والتعليم المجاني والقطاع العام والصحة، وسهل الاستيراد والتصدير، وحافظ على ثبات نسبي لسعر الجنيه، وكان بيتدخل في تثبيت الأسعار، وبيهتم قوي بمشاريع الترفيه والحاجات اللي تشغل الناس عن السياسة وتنسيهم أي دور رقابي أو حزبي أو عمالي. وكانت الدنيا ماشية حلوة قوي أيام مبارك في الأول، بس في آخر 10 سنين من حكم مبارك هنحتاج نشد خط على كل اللي فات، ونكتب كلام جديد ومختلف تماما عن علاقة نظام الحكم بالطبقة الوسطى، أو بمعنى أصح الطبقة الوسطى الجديدة. مبارك في آخر 10 سنين اتخلى عن البلد تماما لصالح ابنه جمال، ومش عارفين لحسن الحظ ولا لسوء الحظ، بس جمال ما كانش بنفس ذكاء أبوه، وما كانش من المقتنعين بسياسة استمالة الطبقة الوسطى وضمها في صفه كأداة من أدوات اكتساب شرعية للحكم من بعد أبوه. وبدل ما يبني شعبية ليه جوه الطبقة الوسطى، قرر إنه يستغل فريقه من رجال الأعمال اللي ساعدهم في سرقة البلد ومص دمها. والتجاهل المفاجئ ده للطبقة الوسطى سبب حالة من الاعتراض، بدأ صوتها يعلى من سنة 2005 تقريبا. الإخوان المسلمين بقى ليهم صوت، حركة كفاية بقى عندها شعبية، حركة شباب 6 أبريل بقى ليها صوت مسموع وبتمثل كتير من الشباب،
واستمرار تجاهل جمال مبارك للناس بقى عامل استفزاز للطبقة المتوسطة واللي شافت انها مظلومة ومهمشة مع تزايد نفوذ وثروات شلة جمال مبارك من رجال الاعمال الفاسدين، وده خلاهم يعندوا ويبدأوا يرفضوا مشروع التوريث. وظهر اكتر الرفض ده في كل كلمة تغيير ارتبطت باسم حركة او تكتل، محامين من اجل التغيير، واطباء من اجل التغيير، ومهندسين من اجل التغيير، وكلها حركات كانت بتطالب بحقوقها النقابية وتغيير مشروع في هيكلها النقابي. لكن الناس بعد كده اتعودت على كلمة تغيير وبقت تطلبها اكتر واكتر. فلما معادلة جمال عبد الناصر اختلت والنظام لا بقى يساوم على حاجة ولا حتى سايب للناس اي مساحة في اي حاجة، لا فتافيت الحقوق ولا فتافيت البراح السياسي اللي كان ضامنها مبارك، فنجحت الاحزاب انها تخلق لنفسها تواجد سريع على الارض زي احزاب الجبهة الديمقراطية وحزب الوسط وحزب الغد وحملة دعم دكتور محمد البرادعي لرئاسة مصر. وانضمت للحراك ده نخبة الطبقة الوسطى من المثقفين والكتاب والاعلاميين، وبدل ما يحاول جمال مبارك في انه يرجع يساوم الناس على احتياجاتهم مقابل السياسة، لجأ للقبضة الأمنية اللي كان بيعتبرها عصا موسى اللي هتشق طريقه لكرسي الحكم من بعد أبوه غصب عن الناس. لكن الطبقة الوسطى رفضت إنها تتعامل بمبدأ العصا لمن عصا، وشجعهم على ده فعلا سوء الأحوال المعيشية وزيادة فضايح الأجهزة الأمنية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. حكومة رجال الأعمال كانت ودن من طين وودن من عجين، تقدر تعتبرها إنها كانت حكومة أعمال رجال الأعمال مش حكومة الدولة. ومع تأثر الأجيال الصغيرة اللي أهملها مبارك وابنه بالمنظومة السياسية الغربية والأوروبية، بدأت الناس تتعدي بأفكار التغيير واللي أساسها هو الحقوق والواجبات مش أكل العيش والمشي جنب الحيط زي ما تعودت طبقة عبد الناصر. وأظن أن الطبقة الوسطى بجيلها القديم والجديد كانت وصلت لدرجة أنها هترفض أي مساومة من بعد 25 يناير، لأن قناعتها كانت خلاص اتغيرت من التبعية للدولة اللي تخلت عنها لرغبتها في إحداث تغيير حقيقي. وده اللي ظهر طول 18 يوم من يوم 25 يناير ليوم 11 فبراير، الفترة اللي رفضت فيها الجموع انها تقبل مساومات مبارك والوعود الإصلاحية واللهجة العاطفية، باستثناء أقلية من اليتامى بتوعه احنا اسفين يا ريس، التجسيد الحقيقي لمتلازمة ستوكهولم اللي حصل في الثورة. والمفروض ان الثورة كانت تبقى صفحة جديدة لتحرر الطبقة الوسطى من قيود التبعية لأي نظام، خلاص لا في حد بيشغلنا ولا بيأكلنا ولا بيسكننا في مساكن، ها الطبقة الوسطى ناوية على ايه؟ الطبقة الوسطى اللي نجحت في قيادة الثورة اتنازلت عنها بمجرد ما اسقطت النظام، وده مش تنازل عن استهتار او غباء سياسي، التنازل ده كان تنازل بديهي لطبقة كان اقصى طموحها في يوم من الايام انها تكسب رضا حاكم او تاخد علاوة جديدة او تزود حصتها من الدعم. فجأة الطبقة دي لقت نفسها مطالب منها تحدد مصيرها بايديها، وشكلها وخبرتها السياسية كانت اضعف بكتير من انها تطالب بالحكم، فرجعت تاني وتقسمت لطبقة وسطى جيل جديد، الجيل اللي قاد الثورة وتصدر المشهد، وجيل قديم امتداد لجيل طبقة عبد الناصر اللي رجعوا بيوتهم مستنين الدعم يرجع والأسعار تهبط شويتين. الثورة المصرية شالت على كتافها أسباب فشلها، فزي ما كان حراك المجتمع بشكل عام والطبقة الوسطى بشكل خاص حراك يدرس في تاريخ الاحتجاجات، كان كمان زهدها في حكم نفسها أهم أسباب فشلها. للأسف الطبقة الوسطى استسلمت للغرض من وجودها من أيام محمد علي ومن وقت إعادة تكوينها أيام عبد الناصر، وهي إنها موجودة لأنها محتاجة الحاكم تخدمه ويراعيها. دعم الحاكم اللي حقق لها مصالحها كان أولوية عندها أكتر بكتير من إنها تحقق مصالحها ومصالح غيرها بإيدها وتحكم نفسها بنفسها، رغم إن الطبقة الوسطى كان فيها تخمة بالكفاءات وأصحاب الرأي والرؤية وكمان القيادات الشبابية، إلا إنها اختارت إنها تدعم الشكل التقليدي للحاكم اللي متعود عليه تاريخياً وكأنه في جيناتها الاجتماعية. حتى في أقصر تجربة سياسية ديمقراطية في تاريخها تقمصت الطبقة الوسطى شخصية الطفل، وبدل ما تحاول تصحح أخطائها وتعالج مشاكلها في ظل حكم مدني ديمقراطي، بدأت تصرخ وتهبط في الأرض وتقول مش لعبة، هتقول الحاكم التقليدي اللي يقدر يحافظ على معادلة عبد الناصر ومساوماته ويتاجر باحتياجات الناس قصاد حقوقهم. كانت تقدر الطبقة الوسطى إنها تحافظ على مكتسباتها وحريتها وتنسخ النموذج الغربي وتبقى هي عمود الخيمة بالنسبة للدولة، وهي اللي تشكل الصورة الجديدة اللي هتخرج بها مصر للعالم بعد الثورة. لكن للأسف حنت الطبقة الوسطى لفكرة الاحتياج لنظام تواليه وتسمع كلامه يضمن لها احتياجاتها مقابل التنازل عن بعض حقوقها، وتترمي الطبقة الوسطى بكامل وعيها في أحضان أقرب انقلاب عسكري، رغم أنها كانت متأكدة أن التجربة الديمقراطية بتمثل إرادتها هي ورغبتها اللي ضحى في سبيلها شباب زي الورد من الأجيال الجديدة، وكانت هتبقى مسألة وقت لغاية ما تقدر تقيم مغامرتها الجديدة في عالم السياسة والحرية لأول مرة. لكن في الآخر راهن السيسي على معادلة عبد الناصر وبدأ يساوم الناس من جديد على احتياجهم لما قال لهم هذا الشعب لم يجد من يحن عليه، وساوم تاني لما قال لهم ادوني تفويض اواجه به الارهاب المحتمل، ولعب على وتر حاجة الناس للامان، وساوم تالت لما قال لهم اصبروا سنتين. والمشكلة انه ما كانش بيديهم مقابل وكان بيساوم بايد فاضية لغاية ما وصلنا ل 2016
ومعادلة عبد الناصر اتغيرت تماماً في عهد السيسي، اتغيرت من حاجة مقابل حاجة لخضوع تام بدون شرط وبدون مقابل. اكتشفنا ان السيسي كان بيكسب وقت مش اكتر لغاية ما يقدر يحكم قبضته على رقبة الطبقة الوسطى، وبقى خانقها وبدون مهرب. السيسي خرب نظامها التعليمي ونظامها الصحي، واصلاحاته الاقتصادية فشخت اللي كان باقي من الاقتصاد، وحجب عن الطبقة دي كل فرصة من فرص الترفيه او الحياة السهلة. وكل ده لما حصل في وقت سريع ومفاجئ، الطبقة الوسطى حست انها مشلولة، فجأة فقدت كل حاجة كانت بتميزها كطبقة وسطى. وده يمكن اجتماعيا فاد السيسي جدا، لانه دعم طبقات جديدة هتفيده اكتر زي الجيش والشرطة والقضاء والمستفيدين منهم على حساب الطبقات المدنية، لكنه فاده سياسيا بشكل اكبر بكتير. حصار السيسي للطبقة الوسطى كان جايزة السيسي الكبرى من بعد الانقلاب، لانه عارف ان مفيش يناير تاني من غيرها، كده يقدر يقعد مستريح على الكرسي وينام ويشخر وهو مطمن كمان. فكك كل التكتلات ومنع الاحزاب وقسم الطبقة الوسطى لمؤيد ومعارض. صحيح اخد من الاتنين كل حاجة ورجعهم لابعد من خط الفقر، الا انه ساوم مساومة اخيرة ومساومة وحيدة مفيش غيرها من بعد 2016، وهي التأييد الكامل والمطلق مقابل الحرية. هتعترض او هنسمع لك صوت هنحبسك بكل بساطة. وبدأت شراسة السيسي الأمنية تاخد شكل عنيف ما شافتهوش الطبقة المتوسطة قبل كده. بعد ما كان بيساومهم بعد 30 يونيو على الأمن والأمان، بقى بيخوفهم وبيرعبهم وبيهددهم ومن كل النواحي، وكانت أكتر حاجة مرعبة بالنسبة لهم هي فقدان أمانهم المادي. السيسي عوم الجنيه ورفع الدعم وغير مفهوم المرافق العامة زي المدارس والمستشفيات والمحليات، وحولهم لهيئات استثمارية بتشتغل بس للناس اللي معاها فلوس، وسحب نظام السيسي ايده اللي كانت بتسند الطبقة المتوسطة وراح حطتها في جيوب الناس. وزي ما قلنا كل السياسات دي سببت شلل للطبقة الوسطى، ومحدش في الطبقة الوسطى كان متوقع ابدا كل ده، لكن اللي قاريين المشهد كويس كانوا متوقعين ان السيسي يكتم نفس الطبقة اللي ممكن تثور عليه ويستبدلها بطبقة مستحيل تثور عليه، وهي طبقة الجيش والشرطة والقضاء وكل المستفيدين من المنظومات الثلاثة دي. النهاردة مصر بتسجل أكبر تراجع لطبقة متوسطة على مستوى العالم، وبتسبق دول اقتصاديا المفروض حالها أسوأ من حالنا كتير زي الأرجنتين واليونان. عرفتوا ليه بقى أثار سياسات وقرارات نظام السيسي الاقتصادية أبعد ما تكون عن التنمية أو الاقتصاد؟ لأنها باختصار سياسات مدروسة وليها غرض وهدف، مش التنمية ومش الاقتصاد، ولكن تحييد الطبقة الوسطى تماما واستبدالها بطبقة جديدة. الطبقة الوسطى كانت لقبل الثورة بيوصل عددها لحوالي 5.7 مليون نسمة، نزلت في 2016 ل 2.9 مليون نسمة. وده يرجعنا لحلقة عزيز مصر اللي اتكلمنا فيها عن ان افقار الناس مش صدفة ولا اثر جانبي في حكم السيسي، ده منهج مقصود ومدروس. ودلوقتي الفكرة بتكمل بعد ما عرفنا تاريخ الطبقة المتوسطة وازاي ساهم في انه يقضى عليها. ومع ذلك في شريحة عريضة من الطبقة المتوسطة اللي ثارت في 25 يناير قدرت تدارى وتدوب وسط الناس، ودول يعتبروا هم الخطر الأكبر على السيسي ونظامه، لأنهم حاليا فهموا اللعبة اللي بقت مكشوفة تماما. يمكن مش عارفين يعملوا إيه أو يهربوا من حصار السيسي إزاي، لكنهم مؤمنين إن في وقت مناسب وفي ظرف مناسب هيرجعوا فيه يطالبوا بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية. ونشوفكم على خير إن شاء الله.